يعلن الديوان الملكي ان فخامه الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس جمهوريه تركمانستان الصديقه سيصل الى البلاد اليوم في زياره لمملكه البحرين يجري خلالها مباحثات مع حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. تتناول علاقات التعاون والصداقه التاريخيه الوثيقه القائمه بين البلدين الصديقين، بالاضافه الى اخر التطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين.